بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بتاريخ الساعة 2 نحن من داخل المدرعات، تصور المدرعات كلكم عارفين من المدرعات. إحنا ما حين راحتنا ومجولين جوا وقاعدين الليل وبكرة وبعد وليش شهر الجاي يجيبوا طيرانكم، يجيبوا النيازي، يجيبوا الياتو ما ياتو. وانت والله مش شردت شرد ما حرام عليك وانا فيه خاصين لحظة. انت والله مش شردت، انت قال البلد دي بعيدة علينا والله ما بعيد. وانا وقت قلت لكم يوم ذاك كنت قلت لك يا خفيف عيال المرحب اسمه ما حصر معاك، انت شفت الموضوع قد ما عليك ما جد يا رقيب. انا ما حصر معاك يا زارة ورا قلت لك الله بنجيكم نجيب ذاك كلام بتاع دفع ساكن. في صدفة جميلة جدا جدا بتاريخ 3/9 الموافق يوم الأحد 3/9 داخل مدرعات الشجرة الآن في لول الكيزان في السوشيال ميديا طالع لنا بأنهم هم استولوا على الشجرة وبنشطوا في الأحياء المجاورة لمحيط المدرعات، فده كله كذب. ونحن الآن بنتكلم لكم من واقع، مش من مواقع تواصل اجتماعي بل من واقع داخل مدرعات الشجرة بتاريخ اليوم. زي ما شايفين دي المدرعات بين قدامكم، كل محيط المدرعات إن كانت شرق ولا إن غرب كلها في يد الأشاويس بتاريخ اليوم. رد ليكم ورد اللي كذبكم، دي الأساليب اللي قاعدين تمارسوها أنتم، تخدعوا الشعب السوداني وبتقولوا له يا أخي إنه نحن ما في سيطرة عليكم، سيطرتكم دي فقط في المواقع. الواقع الدعم السريع كلام ده لكل البلابسة وكل فلول الكيزان. والله دي بلدكم ونحن زي ما بقولوا بنرتاح فيها زي ما بنرتاح. حقتنا 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 ونص يا اخوي. الله اكبر الله اكبر.